هنبدأ مع حضراتكم بالأخبار. اللي معانا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد امبارح أداء اليمين لكل من المستشار أحمد عيد عبد الحميد حسن عبود رئيسا لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيسا لهيئة النيابة الإدارية. أكد السيد الرئيس على مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق وفقا للدستور والقانون. بالأمس أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وتم خلاله متابعة الإجراءات اللي بيتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك وفق الخطة التي تم الإعلان عنها خلال الفترة اللي فاتت. تفاصيل وأخبار أكتر في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أداء حلف اليمين لكل من المستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. كما منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق. وأعرب الرئيس عن تمنياته بالتوفيق للرئيسين الجديدين لمجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، مؤكداً مواصلة العمل على ترسيخ أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وضمان الحقوق وفقاً للدستور والقانون، ومشيداً بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد الرئيسان ترحيبهما بالزخم اللي بيشهد التعاون بين البلدين في الفترة الأخيرة، مع حرصهما على توسيع آفاق هذا التعاون لتشمل مختلف المجالات بما يتفق مع الروابط الأخوية بين الشعبين. وأكد الرئيس خلال الاتصال حرص مصر على أمن واستقرار وسيادة الصومال الشقيق على أراضيه ودعمها له في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية. امبارح هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد. بهذه المناسبة قدم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لرئيس الجمهورية، داعياً الله أن يعيدها على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود توافر السلع وضبط الأسواق. وأكد رئيس الوزراء أن هناك حرص شديد في أول يوم عمل بعد الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة على متابعة توافر جميع أنواع السلع بالأسواق وتكثيف جهود ضبط الأسعار، مشدداً على أنه يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، ومؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية حتى يسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة وألا نترك السوق لأي محاولة للتلاعب. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لمتابعة الإجراءات اللي بيتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات اللي بيتم اتخاذها حالياً من جانب الوزارات والهيئات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعياً للوصول لحل نهائي وجذري لهذه المشكلة، كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها اللي أعلنتها خلال الفترة الماضية. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاستعراض رؤية العمل خلال الفترة المقبلة، وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات محددة في هذا الملف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مقدمتها سرعة إنهاء المشروعات الكبرى بهذا القطاع، وبيشمل ذلك سرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية بأبراج مدينة العالمين الجديدة، وأيضاً سرعة تسويق مشروع الحي الخامس بالعاصمة الإدارية الجديدة جاردن سيتي الجديدة. ده بالإضافة لسرعة الانتهاء من مكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط وبدء خطوات التسويق والتشغيل للمكونات اللي تم الانتهاء منها، وأيضاً بدء تشغيل مكونات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين والانتهاء من تطوير مثلث ماسبيرو كأحد أبرز مشروعات التطوير الحضري الراهنة.